إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب قبول الهدية. وأسند إلى أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تهادوا تحابوا. إذن باب قبول الهدية، أي باب جواز قبول الهدية. والهدية كل ما يهدى من متاع أو غيره، والهدية لا يقصد بها المكافأة. الأصل في الهدية أنه لا يقصد بها المكافأة. لما؟ لأن الهدية من عقود التبرعات، وعقود التبرعات لا تكون فيها المكافأة من جهتين، بخلاف البيع مثلا. البيع تدفع مال تأخذ بضاعة، مثلا الإجارة أنت تدفع مثلا بيتا أو سيارة أو دراجة وتأخذ في المقابل مقابل المنفعة. لكن الهدايا، عندك الهدية مثلا، وعندك الزكاة والصدقة، وعندك الوقف والعارية. العارية يعني هي ما كتسلف شي حاجة مما ينتفع به دون مقابل، مثلا كتسلف سيارة على سبيل المثال، هذه شنو كتسمى؟ يعني السيارة عارية، والفعل يسمى إعارة، هذا لا يطلب فيه مكافأة. كذلك الهدية. إذن باب قبول الهدية، فالمصنف رحمه الله أتى بهذا الباب للدلالة على أمرين اثنين. الأمر الأول جواز الإهداء، الأمر الثاني استحباب قبول الهدية. هذا كان استبدوه من هذا الباب. الأول جواز الإهداء. طيب، الإهداء هل هو مختص بنوع من الناس، أو بزمن معين، أو بقدر معين؟ لا، الشريعة أطلقت، ولهذا يجوز الإهداء للصغير والكبير والرجل والمرأة والمسلم والكافر والعدو والصديق والحبيب وغير الحبيب، وذو الرحم وغير ذي الرحم. لأن الهدية لما يعطي الإنسان هدية ماذا يرجو؟ يرجو الثواب، يرجو المودة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الهدية تسل سخيمة الصدر. وبطبيعة الحال هذا يكون مع أهل المروءات. يعني أنت الآن لما تهدي هدية لإنسان، كيف يعني ماذا يقع لصدره؟ ينشرح. لكن هذا إذا كان بين الكرماء. أما اللئام فمهما أهديت ومهما أعطيت وأسديت فلا يغير من خلقه شيئا، كما قال المتنبي: وإذا أكرمت الكريم ملكته، وإذا أكرمت اللئيم تمرد. هذا
يعني يعرف بمعاشرة النفوس ومعاشرة الناس، لكن ديننا رغبنا في فعل الخير، والإنسان إذا فعل الخير لا ينتظر الثواب. داكشي علاش الهدايا، وقد بوب لهذا الفقهاء في كتبهم والأهل الحديث نباب الهدايا، الهدية لا ينتظر منها الإنسان ثوابا دنيويا، وإنما ينتظر ثوابا أخرويا، مثله مثل الصدقات كما ذكرت، والزكوات، وسائر التبرعات. إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء، لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. من فقه هذه الآية يقول شيخ الإسلام رحمه الله، وهذه ينبغي للإخوة وللمستمعين عموما يعني أن يستحضروها دائما، قال: لو تصدقت على إنسان وقلت له أدعو لي، صافي، وهذه كنديروها احنا ولا ما كنديروهاش؟ كنديروها احنا. كتقول لي ما بغيت والو، غير دعي معايا. قالك فقد اخذت ثوابك، ما بقاش انما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. بعض الناس مثلا يتصدق وكيبقى يسين اش غادي يقول ليه ذاك المتصدق عليه، وماشي زعما غير الصدقه، لا، حتى الهديه، حتى الاعانه، اي شيء كيبقى ينتظر. كيقول لك ما قاليش الله يرحم الوالدين. انت الان لما تصدقت، واش تصدقت كتساين الخلاص، ولا تصدقت تريد ثواب من الله؟ هذه المساله خص ينتبه ليها المسلم. انت لما تفعل الخير افعل الخير وامضي، سير، ما تبقاش تقلب من مور الخير، صافي. هذا غادي يجينا ان شاء الله المستوى اكثر. يعني بعض الناس مثلا كيدير فيك الخير وكيبقى متابعك، وهم درا ديك داك التليفون اش خدام ولا ما خدامش، ياك ما خسر، ياك ما وقع عليه شي حاجه، داك البيشكليت مزيانه بعدا خدامه كتمشي كتركب عليها، يعني واش مازال عندك ولا لا؟ الانسان اذا فعل الخير يفعل الخير ويمضي. علاش؟ لان الانسان قلبه المسلم حقيقي قلبه معلق بالله، لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. فتعطي، تتصدق، تهدي، تتبرع، تفعل أي معروف، حتى الكلمة الطيبة، تنصح الإنسان وامضي، صافي، خلي رب العالمين سيثيبك، ما تبقاش تنتظر الثواب من الناس. إذا كنت تنتظر الثواب من الناس فهذا فيه خلل في الإخلاص وخلل في الصدق، فليراجع الإنسان نفسه. إذن قال المصنف: باب قبول الهدية. إذن قلنا الشطر الأول هو ماذا؟ هو استحباب ماذا؟ استحباب الإهداء. الأمر الثاني استحباب قبول الهدية، وممكن أن نضيف أمرا ثالثا وهذا سيأتينا بعد إن شاء الله، استحباب المكافأة على الهدية. وكل هذه الأمور الثلاثة فعلها النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي عليه الصلاة والسلام أهدى، يعني أعطاه الهدية، والنبي عليه الصلاة والسلام قابل الهدية، والنبي عليه الصلاة والسلام كافأ وأثاب على الهدية. إذن عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تهادوا تحابوا، أي هذه جملة شرطية، أي إن تتهادوا تتحابوا. فمن وسائل ومن طرق المحبة ماذا؟ الإهداء. والهدية كيفما كانت، كبيرة، صغيرة، قليلة، كثيرة، ذات قيمة، حقيرة، كما كان نوعها، ليكون لها وقع في قلب المهدى إليه. واضح؟ هذا من حيث العموم الآن، أي الشريعة رغبت فاش
في الإهداء. نتكلم عن خلل واقع في حياتي نحن، وهو الإنسان إذا أراد أن يهدي، إما أن يهدي تكلفاً وهذا غير مشروع، لأن أي عمل يريد أن يفعله الإنسان يفعله وهو مختار، فهم كلام مختار يعني غير مكره، لأن الفعل الذي يفعله الإنسان وهو مكره سواء كان فعل خير أو فعل شر، فعل خير لا يثاب عليه وفعل الشر لا يلام عليه، ولكن متى يثاب الإنسان أو يستحق العقاب؟ متى؟ إذا فعل الفعل اختيارا. ولهذا في باب الخير ينبغي أن يفعل الإنسان الخير وقلبه منشرح وقلبه مطمئن بأن الله عز وجل سيثيبه، بل إن الله عز وجل سيخلف له، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، الإنسان إذا أراد أن يهدي لا يبحث عن الخبيث بدل الطيب، قال الله جل وعلا: ولا تيمموا الخبيث تنفقون منه ولستم بآخذيه. ها؟ ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه. شنو معنى هذه الآية؟ بعض الناس إذا أراد أن يهدي أو أراد أن يتصدق أو أراد أن يتبرع يبحث عن أردأ شيء وأقبح شيء عنده، ولو أعطي هذا الشيء ما قبله. فهمتوا؟ إذن الله عز وجل قال: ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون، أي ولا تتقصدوا، يعني هذا طرح الآن في واقعنا، لما كيبغي الإنسان يهدي هدية كيقلب على أرخص ما كاين، مع أن الله تعالى مثلا وسع عليه. ما كنقولوش إنسان مثلا دخله بسيط يقدر مثلا يدير هدية بعشرة دراهم، هي الاستطاعة ديالو، ماشي هذا هو الموضوع. الإنسان وسع الله عليه في الرزق، ولكن لما كيبغي يدير هدية لشي واحد كيقول لك مثلا: لا لا أعطيني غير شي حاجة، شوف راني بغيت نديرها غير كادو. كتسمعوا هذا الكلام، وبالخصوص بالنسبة للإخوة اللي كيمارسوا التجارة، هاد يكونوا عايشين هذا الشيء مزيان، كيقول لك راني بغيت نديرها غير كاد. ها؟ ومثلها الا بغى يشري شي ثوب الصلاة كيقول لك بغيت غير نصلي بها، اعطيني غير شي حاجه ارضى ما يكون، مع ان الله عز وجل قال: يا ايها الذين امنوا خذوا زينتكم عند كل مسجد. يعني الانسان اذا اراد ان يقف بين يدي ربه هل يقف وهو متلطخ مثلا بالنجاسات والأوساخ والقاذورات والروائح الكريهة والثياب اللي هي لا قيمة لها، ولا يختار أحسن ما عنده، ماشي أحسن ما يوجد، لا أحسن ما عنده. أنت الآن مثلا عندك جوج دراعيات ولا جوج جلابات ولا جوج، وحدة زوينة وحدة سالية، إذا أردت أن تقف بين يدي ربك باش بديك المشرد عام قطعان ما فيها ما يتشاف، لا، ستقف بين يدي الله. ولهذا أمرنا الله جل وعلا إذا أردنا أن نقف بين يديه أن نتطهر ونستاك ونتطيب ونكون في أكمل زينة. علاش؟ لأنك تقف بين يدي ملك الملوك. أنت إلا بغيتي تمشي عند القايد ولا عند العامل ولا تطلع شوية الفوق تمشي عند المالك، باش بغيتي تمشي عنده؟ قلب على شي قميجه مقطعه وشي سروال مشردع وشي سبرديله، ها؟ ولا بغيتي تاخذ شي لباس من احسن ما يكون على حسب استطاعتك واللي عندك، لان انت غادي تدخل عند مسؤول. هكذا ولله المثل الاعلى، اذا اردت ان تقف بين يدي ربك ينبغي ان تتحلى باحسن ما يكون، ماشي متى غير غنصلي، اي غتصلي ولكن خصك تصلي وتقوم بين يدي الله في أحسن هيئة. إذن نرجع للهدية، الإنسان إذا أراد أن يهدي
لا يتقصد الخبيث. يجي الأرض أما يكون بغي تصدق مثلا يشوف الشياطة، مع أن هذا الأمر هو جائز لكنه ينافي الكمال. صافي؟ يعني مثلا أنت عندك تمر، ولكن عندك شيء تمر زوين وعندك شيء تمر عيان، واخا وبغيتي تصدق ايوا هذاك الزوين لا خليه لينا احنا مثلا والاخر. طيب اذا تصدقت بالرديء ونفسك طيبه، يعني مهم يعني بغيتي اجر، تثاب ان شاء الله. ولكن هل تثاب كما لو تصدقت بالجيد؟ ولهذا الله جل وعلا قال لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. هذا من حيث الآية. طيب من حيث مقاصد الشرع، الله جل وعلا يريد دائما من العباد، يريد منهم أن يحققوا المقامات العلية. الله عز وجل لا يرضى منك بالدون، يريد منك دائما الكمال في الأشياء. إذا أردت أن تصلي تأتي بالصلاة على أكمل ما يكون، إذا أردت أن تتصدق تتصدق بأكمل وعلى الوجه الأكمل، إذا أردت أن تحج أو تعتمر، إذا أردت أن تبيع وتشتري، إذا أردت أن تشترك، إذا أردت أي عمل تريد أن تقوم به عملا مشروعا، كيفاش تقوم به؟ تقوم به على أحسن وجه. لأن الله تعالى ما يريد منك يعني الرديء من العمل، يريد منك كمال العمل، لأنه الشرع أصلاً هو أكمل الشرائع على وجه الإطلاق. والله جل وعلا كما قال نبينا صلى الله عليه وسلم يحب معالي الأمور ويكره سفسافها، يعني يكره سفسافها أي أرذلها وأحطها وأخسها. كيبغيش منك الله عز وجل يعني أرضى الأعمال، بل يريد منك أكمل الأعمال. فأي عمل شرعي تريد أن تقوم به ينبغي أن يكون على الوجه الأكمل، لأن الله جل وعلا جعل أهل الإيمان هم الأعلون وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. طيب إذا تهادوا تحابوا، فمن أسباب المحبة ماذا؟ الهدية، والمحبة لها أسباب. من أسباب المحبة إفشاء السلام، قال عليه الصلاة والسلام لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، يك أفلا أدلكم على شيء إن فعلتموه تحاببتم بينكم. أفشوا السلام. من أسباب المحبة التواضع، من أسباب المحبة النصيحة، من أسباب المحبة رحمة الخلق، من أسباب المحبة التعاون عموما، والهدية صورة من صور التعاون. فكل ما يسمى تعاونا في الشرع فالشريعة رغبت فيه. إن قال تهادوا تحابوا. طيب وعن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال يا بني تباذلوا بينكم فإنه أود لما بينكم. أنس بن مالك كما هو معلوم هو من صغار الصحابة، وكان ممن دعا له النبي صلى الله عليه وسلم، دعا له بثلاثة أشياء وكلها استجيب له فيها. دعا له بطول العمر فأطال الله عمره، دعا له بالبركة في الرزق فكان نخله يثمر مرتين في السنة، ودعا له بكثرة الولد فعاش أنس بن مالك وقد أدرك 100 من الولد. هذه كلها استجيبت له. فأنس بن مالك وهو ينصح بنيه يقول لهم يا بني تباذلوا بينكم، أي ليبذل أحدكم الخير لأخيه،
تبادلوا بينكم، وما يكونش الخير غير من جهة واحدة، مع أن الإنسان المؤمن لا يهمه. هذه دائما هذه المسائل نعيدها ونكررها. ما تنتظرش أنت من الناس يديروا فيك الخير، بل كن سباقا للخير. فعلوا أو لم يفعلوا، هكا المؤمن يتصرف، وهكذا المؤمن يتعامل. لأنه إلا بقينا أنت كتنتظرني وأنا كنتظرك، أنت كتسيني ندير فيك الخير وأنا كنسينك دير فيا الخير، فوقاش غنديروا الخير؟ ها؟ هذه وحدة. ثانيا، المسلم ينبغي أن يكون مفتاحا للخير مغلاقا للشر، هذه ثانيا. ثالثا، المؤمن ينبغي أن يكون سباقا مبادرا، سابقوا إلى مغفرة من ربكم، سارعوا إلى مغفرة من ربكم، ففروا إلى الله إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا. رابعا أو خامسا ما أذكر، الإنسان ينبغي أن يكون سببا لفعل الخير بالنسبة للناس. كثير من الأحيان ربما بعض الناس كيشوفك عملت خيرا، ضمعنا أسبوع الماضي حديث معقل المزني، ياك لما قال يعني كان يمشي مع معاوية بن قرة فأماط الأذى عن الطريق، فمشوا هنايا، ثم تلميذه وصاحبه اللي هو معقل المزني حتى هو فعل شيء من هذا. لما سألوا لما فعلت هذا يا ابن أخي، قال رأيتك فعلت شيئا ففعلته. يعني انت درتي واحد العمل ديال الخير اللي هو إماطة الأذى عن الطريق، فأنا حتى أنا درت. فالإنسان لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم، من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها. فدائما المسلم يحاول ما أمكن أن يكون سباقا للخير، لأن كل من عمل الخير بسببك فإنك تؤجر مثل أجره. صافي نعمسي. ولهذا لما شكى رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله إن لي قرابة أصلهم ويقطعونني وأحلم عليهم ويجهلون علي. قال إن كنت كما تقول فكأنما تسفهم المل، أي كأنما تطعمهم النار، لأن المل هو الرماد. قال ليه لك الحال كما تقول، بحال اللي كدير لهم فمهم العافية، لأنه أنت كدير الخير هما ما كيديروش، أنت كتقابلهم بالمعروف هما كيقابلوك بالشر، أنت رابح. فالإنسان ينبغي أن يكون سباقا للخير، ما ينتظرش. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام في نفس الموضوع قال ليس الواصل بالمكافئ، ولكن الواصل من إذا قطعت رحمه وصلها. انتبهوا، هذا الموضوع نفس الموضوع اللي كنت تكلموا فيه، ليس الواصل بالمكافئ، يعني قال لك حقيقة الواصل ديال الرحيم ماشي هو اللي كتجي عندي كنمشي عندك، هذه شنو كتسمى؟ مكافأة. ولكن الواصل الحقيقي هو من قطعت إذا قطعت رحمه وصلها، ما كيجيوش عندك واخا هكا كتمشي عندهم، ما كيتصلوش بك ولكن واخا هكا كتصل بهم، ما كيسولوش فيك ولكن واخا هكا كتسول فيهم. شكون اللي رابح؟ أنت. لهذا المسلم دائما يفكر في الربح الأخروي، في الفوز الأخروي. أما إذا قلنا المكافأة بحالك الهدية، يعني كن سباقا أنت للخير، فعالا للخير، فعل الناس أم لم يفعلوا، لكن لعل أن بعض الناس إذا شافك تفعل مثل هذا الخير يقتدي بك فتؤجر مثل أجره. إذ قال يا بني تبادلوا بينكم، يعني شي يعطي لشي، شي يعاون شي، شي يبذل شي، شي يسد الخلة ديال شي. متى رأيت أخاك قد عثر
فسعى إلى إنقاذه. متى رأيت أخاك قد احتاج فسد خلته. وقد يعطي الإنسان بغير حاجة وسبب، مثلا قضية الهدية ماشي ضروري حتى يكون محتاج، لأن لما كيكون محتاج كنسميها سمية أخرى، قد تكون صدقة إن كانت مستحبة، قد تكون زكاة إن كانت واجبة، إلى غير ذلك. إذن قال: يا بني يتبادلوا بينكم فإنه أود لما بينكم، يعني هذه من أسباب المودة. ثم قال: باب من لم يقبل الهدية لما دخل البغض في الناس. قالك الأصل، دابا حنا تكلمنا على الأصل، شنو هو الأصل؟ جواز الإهداء وجواز القبول وجواز الثواب على الهدية، صافي هاد الصور تكلمنا عليها كلها جائزة. قالك ولكن هناك استثناء، قد في بعض الأحوال لا تقبل الهدية، أو في بعض الأحوال لا تهدي لما يترتب على الإهداء من مفاسد، حنا غادي نمثلوا لهذا الشيء. إذن قال: باب من لم يقبل الهدية لما دخل البغض في الناس. فعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: أهدى رجل من بني فزارة، فبنو فزارة هذه قبيلة من قبائل العرب المشهورة، والنسبة إليها فزاري أو فزاري، للنبي صلى الله عليه وسلم ناقة. بعض الناس لما كيجي الشيخ ورابضة كيجيهم الناس، خلنا نعطيهم شي هدية ياكسي يا وانت آمن أم وفاق واخي إن شاء الله أبشر. قلت بعض الناس لما يهدي لا يهدي من أجل الثواب الأخروي أو من أجل سل سخيمة الصدر، شوفت كيكون بينك وبينه شي نزاع ولا شي حقد، فأنت تهدي من أجل أن تسل هذه السخيمة، سخيمة الصدر. وقد تهدي من أجل أن تتودد إليه، كتشوف أنه ذاك الإنسان بحال إلا عاطيك 10 متر ديال الاتساع، ماشي متر، 10 متر، وكتبغي تقربه، أو ممكن تعطيه غير سواك، وممكن تعطيه مثلا غير قرعة الريحة، ممكن تعطيه شي حويجة ولو مثلا بسيطة، هي باش كتقربوا عندك، باش ما يبقاش مخلوع، واضح. ولكن بعض الناس إذا أهدى لما يهدي؟ يهدي ليأخذ، فيصير الثواب واجبا، لأن الثواب وش هو، مستحب ولا واجب؟ مستحب ليس واجبا. مثلا انت اعطيت هديه لشي واحد، ما تبقاش واقف كتسين، صافي. قالك حتى ذكروا مره قصه ان رجلا وفد على احد الامراء، وهذا موجود حتى في زماننا، فقال له: لقد ولد لي الليله ولد سميته باسمك، صافي. زعما راه اشبال لي كذا، يعني الشغل باين. قال لي: راه البارح زاد لي واحد الولد سميته سبحان الله باسمك انت. هذاك الامير كان لبيبا وذكيا، فبقى جالس ما عطاه والو، بغى ينوض. فالاول استعمل يعني التلميح، الان سيستعمل التصريح. قال لي: اني اريد يعني ان اسافر، ان ارجع، ما عطينا شي حاجة. قال: ما اسمك؟ قال: اسمي فلان. قال: إن شاء الله إذا ولد لنا ولد نسميه باسمك، صافي. هذا بغى يتخلص غير سما ولده بسمية الأمير، بغى يتخلص عليها. فبعض الناس هكذا، يعني من جشعهم وطمعهم، وهذه المنزلة هي منزلة دنية لا تليق بالمسلم. يعني دائما قلنا المسلم الله جل وعلا أراد منه أن يكون في مقام عالي، الله عز وجل ما يريد منك الدون والمنازل السفيل، لا أبدا، دائما يريد منك العلو. والطمع ليس من المقامات العالية، هي من المقامات الدنية.
فهذا الرجل أعرابي جاء النبي صلى الله عليه وسلم فأهداه ناقة. قال النبي صلى الله عليه وسلم هذه واحد ناقة هدية. فعوضه النبي صلى الله عليه وسلم. طيب حال كان طبيب القلوب، أي إنسان كان يهدي هدية كان يثيبه. فعوضه حتى كما ذكر الحافظ في كتاب البيوع أنه أعطاه ناقة ثم زاده. قال أراضيس؟ قال لا، زاده حتى أوصله أظن إلى 9. عاد قال له رضيت، هذا بغي يعطي وحدة ويأخذ 9. هذا ما هو بيع؟ ما هو يعني قال أنت لو بيع أتأخذ 8 ناقة. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يعني ما كيخلي تشي واحد يسخط، لأن بطبيعة الحال مقام النبي عليه الصلاة والسلام لا يصله أحد. أعطيه 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 حتى تقى صافراني شبات. فقال فعوضه فتسخطه. فسمعت النبي صلى الله عليه وسلم ذكره البخاري هنا اختصارا، وإلا النبي صلى الله عليه وسلم زاده وزاده وزاده. قال فسمعت النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر يقول يهدي أحدكم فأعوضه بقدر ما عندي. لأن أنت لما كتعطي الهدية شنو قلنا في الأول؟ الهدية من عقود التبرعات ماشي من عقود المعاوضات. البيع من عقود المعاوضات، الإجارة من عقود المعاوضات، لأنه أنا كنكري لك كتعطيني، كنعطيك الدار كتعطيني فلوس، كنعطيك السيارة كتعطيني الفلوس، كنكري لك الأرض كتعطيني، يعني هذه عقود معاوضات. والهدية من عقود تبرعات ماشي من يعني ما خصكش تطلب العوض. فقال عليه الصلاة والسلام يهدي أحدكم فأعوضه بقدر ما عندي. أعطاني ناقة أعطيته ناقة مثلا فضل منها، ولكن راه داك الشيء اللي عندي. ثم يسخطه، يعني هذا الفعل ما كيبغيش. وأيم الله، هذا قسم كأنه قال والله أو والذي نفسي بيدي. قال وأيم الله لا أقبل بعد عام هذا من العرب هدية إلا من قرشي أو أنصاري أو ثقفي أو دوسي. هادو علاش مثل بهم النبي صلى الله عليه وسلم؟ لأن هادو هما الأمصار الكبيرة المدن، وهذا الرجل كان رجلا أعرابيا. والأعراب كما قال الله جل وعلا الأعراب أشد كفرا ونفاقا، والأعراب فيهم جفاء، هذا موجود حتى في واقعنا نحن الآن. فلهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال أنا الآن لا أقبل هدية إلا من قرشي أو أنصاري أو دوسي أو ثقفي. ثقفي يعني من ثقيف اللي هي طائف، ودوس من اليمن اللي هو قبيلة دوس، والأنصار هم أهل المدينة، وقريش اللي هي من مكة. هادو ناس كيعرفوا بحق الهدية وكيعرفوا بحق الثواب. داكشي باش قلت لكم ابتداء أنه في بعض المواطن قد لا تشرع الهدية أصلا. بحالاش؟ كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا مع الأسف في واقعنا المر، وهذه حالة مرضية. النبي عليه الصلاة والسلام يقول هدايا العمال، أش من يحفظ الحديث؟ هدايا العمال غلول، هدايا العمال غلول، يعني موظف الآن ما عندوش الحق يأخذ هدية ولا لا. علاش؟ لأن الموظف له راتب، وهذا الراتب لما كتعطيه ليه الدولة من أجل ماذا؟ من أجل أن يقدم خدمات للمواطن. شيء معروف الآن حتى في القانون ممنوع، كتسمى رشوة، لأنه هو ماشي إنسان ما كيخدمش، غادي نمشي مثلا غادي يقدم لي واحد الخدمة وغادي نعطيه مقابل. الموظف لا، الموظف عنده راتب خصته ليه الدولة في أي قطاع من القطاعات الحكومية، فخصو يؤدي الواجب اللي عليه. فلما يأخذ وكيسميها هدية ولا يسميها قهوة ولا يسميها أتاي ولا يسميها الحاجب، هذه ما مهما يعني سميتها بالأسماء المشروعة فهي ينبغي أن تسمى رشوة ويعاقب عليها القانون، وهي في الشرع رشوة ولعن الله الراشي والمرتشي. إذن في هذه الحال إلا إذا اضطر إليها الإنسان، يعني مواطن اللي مثلا مصلحتك لا تؤدى إلا بالعطاء، فهنا الإثم يكون على الآخذ لا على المعطي. أما إذا كان من قبيل الاختيار فلا،
إن هذا موطن مثلا. ولهذا لما جاء رجل في زمان النبي عليه الصلاة والسلام وقد استعمله على مكان، جعله عامل على مكان، فلما جاء هذا الرجل جاء بالخراج الدخل، فقال هذا لكم، جماعة عزل ذاك الشيء، قال هذا الشيء ديالكم يعني ديال بيت المال، وهذا أهدي لي، هذا فاش كنت أنا والي على ذيك المنطقة راه الناس كانوا كيعطيوني هذه كيقولوا لي هذه راه ماشي ديال هذه ديالك انت خذها بالصحه والراحه، ماشي حرام راه ماشي شو هذه ديالك خذها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما بال اقوام نستعملهم فيقولون هذا لكم وهذا اهدي لي، فهل لا جلس في بيت امه فينظر هل يهدى له؟ ديك سيقص في دارهم وشوفوا واش يجيب ليه شي واحد شي حاجه، يعني بمعنى أن هذه الهدية لما تعطى لك إنما تعطى لك لأنك في هذا المنصب، وإلا لولا المنصب ما أخذها. شوف دابا شي واحد ملي كيشتقعد حتى كيبقى يقلب عليه سالت المهمة ديالو، ولكن لما كيكون مازال في العمل هي كتجيه الهدايا على حسب المنصب وعلى حسب الموقع وعلى حسب كذا. إذن هذه من الصور التي لا تجوز فيها الهدية. كذلك الهدية لا يثاب عليها إذا خشي على الإنسان مفسدة، وقد لا يقبلها أصلا إذا خشي على مفسدة. هذا بقى إنسان كيعطيك هدية باش يأخذ وانت ما عندك ما تعطي بلا ما تأخذ، وإن كان هو كما قلنا من قبل الأدب أن تأخذ أن تقبل الهدية، لأن الإنسان ما كيجيب لك هدية وكترد لي الهدية في وجهه، هل هذا مما يصلح؟ لا لا يصلح، لأن هذا ليس من الأدب. ولكن إلا كان سيعطيك الهدية من أجل أن يأخذك أكثر منها وانت ما عندكش شنو تدير؟ ما تأخذش، دفع لناش دفع للشر. وكذلك الثواب على الهدية كما قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إذا نكتفي بهذا القدر، لأن باب الحياء فيه أحاديث كثيرة إن شاء الله ربما لا تكفينا حتى حصة واحدة، إذن نرجئها إن شاء الله إلى الأسبوع المقبل بحول الله جل وعلا. يقول أحسن الله إليكم، هل من السنة طلب الدعاء من الحاج إذا رجع من الحج؟ لا نقول من السنة، لأن لما نقول من السنة بمعنى أن النبي عليه الصلاة والسلام لما حج سئل الدعاء، أو أن الصحابة لما حجوا قبله وبعده سألهم الناس الحج، لا هذا ليس من السنة. شنو؟ يعني لم يسألوهم الناس الدعاء بحكم أنهم حجوا، لأن الذي حج أدى فريضة من الفرائض وركنا من أركان الإسلام، صلى الله جل وعلا التوفيق للجميع. لكن الدعاء يرجى، الدعاء يرجى من الأصلح من الأتقى صافي نعم، وهذه او هذه يعني احدى صور التوسل المشروع، لان التوسل له ثلاث صور: التوسل باسماء الله وصفاته، يعني تسال الله جل وعلا باسمائه وصفاته، يا رحيم ارحمني، يا ذا الجلال والاكرام اغثني، يا غفار الذنوب اغفر ذنوبي، يا فتاح افتح علي، مثلا توسل بأسماء الله وصفاته، يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، هذا توسل بصفة من بأسماء الله جل وعلا. هذه الصورة الأولى. الصورة الثانية التوسل بالأعمال الصالحة، لو علمت من نفسك أن لك عمل صالح عملته ابتغاء وجه الله وعلى سنة رسول الله تتوسل إلى الله به، والدليل حديث الثلاثة الذين يعني أطبقت يعني صخر عليهم الغار، فأحدهم توسل باش ببر الوالدين، والثاني توسل بحفظ حق الأجير واستثماره ورده إليه، والثالث توسل بالعفة وأنه ترك الفاحشة لله.
فالنبي صلى الله عليه وسلم ذكر هؤلاء الثلاثة وأن كانت من أسباب الفرج توسلهم بالأعمال الصالحة. ونجد في القرآن قول الله جاء يعني آيات كثيرة فيها يعني التوسل بالأعمال الصالحة، منها قول الله جل وعلا: ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا وارحمنا، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. باش توسلوا؟ توسلوا بالإيمان. لغير ذلك نختصر، هناك أدلة كثيرة. فإذا عفوا بقيت الصورة الثالثة وهي التوسل بدعاء الصالحين، وهذا فعله النبي صلى الله عليه وسلم وفعله الصحابة. ومن أشهر يعني الآثار قصة عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه مع من؟ مع العباس بن عبد المطلب في عام الرمادة، لما قحط الناس وجات يعني الجفاف، فصلوا صلاة الاستسقاء، فقال يعني عمر بن الخطاب للعباس، قال: يا عباس، إنا كنا نستسقي برسول الله، يعني نتوسل برسول الله صلى الله عليه وسلم في الاستسقاء، قم يا عباس، يعني ماشي توسلوا بالعباس، توسلوا بدعائي. فقام العباس فدعا الله تعالى فسقاه، فهذا توسل بدعاء الصالحين، والآثار كثيرة. يقول السائل، وهذا سؤال غريب ما سمعته من قبل، يقول: هل من ينجب الأبناء من أجل مشروع للتسول في المساجد والطرقات هل يأثم؟ المشاريع كثيرة، وهذا مشروع استثماري، وهذا يتزوج من أجل أن يولد له ذرية كثيرة ويضعها في الإشارة المرورية، هذا مشروع واضح، لكن بئس المشروع، لأن الإنسان حين يتزوج يتزوج لجملة من المقاصد لكتم مقاصد الزواج. من المقاصد، ما الحديث طويل فيها لكن أنا أختصرها، من المقاصد طاعة الله، فالزواج طاعة ليست، من المقاصد اتباع آثار الأنبياء، إن الله جل وعلا ما بعث نبيا إلا أو أنبياء إلا ولهم أزواج وذرية، منها إعفاف النفس، ومنها إعفاف الطرف الآخر، ومنها ابتغاء الولد، ومنها ابتغاء الأجر في المعاشرة. قال يعني حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما سألوا الصحابة: أيقضي أحدنا شهوته ويكون له بها أجر؟ قال: أرأيت لو وضعها في حرام أيكون عليه وزر؟ قال: بلى. قال: كذلك. ومنها ابتغاء الأجر حتى في معاملة الأهل، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: حتى اللقمة تضعها في امرأتك، إلى غير ذلك من المقاصد. وأعظم مقصد حتى لا أنسى ما ذكره عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، قال: إني لأكره نفسي على الجماع رجاء أن يخرج الله من صلبي من يوحد الله لا يشرك به شيئا. هذا مقصد من أعظم المقاصد، أن تكون ذريتك ذرية مسلمة مطيعة لله، موحدة، متبعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، برة تقية. هذه الذرية هي التي تنفعك في دنياك وتنفعك في أخراك. فإذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. أنت إلى غادي تستثمر، هذا هو الاستثمار الحقيقي، تتزوج باش تحقق هذه المجموعة ديال المقاصد، تزوج باش يوليو عندك دراري أولاد وبنات وتحطهم في الكيران وتحطهم في الفروجات وتحطهم باش يدخل، بئس الدخل هذا. لأن التسول والمسألة الأصل فيها حرام،
هذا الأصل، لأن التسول التفات إلى المخلوق وتعلق بالمخلوق ونسيان للخالق ومعصية لله جل وعلا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ولا تزال المسألة بالعبد حتى يأتي يوم القيامة وليس في وجهه مزعة لحم. مزعة يعني قطعة لحم صغيرة. لما؟ قال أهل العلم: إن الجزاء من جنس العمل. فهذا الذي كان يتسول ويسأل الناس ليس له وجه. أنت كتشوفهم الآن هذو اللي في الطرقات في أبواب المساجد كيحشمش ويكذب، هذا يكذب بأنه مريض، وهذا يكذب بأنه عنده كريدي، وهذا يكذب بأنه جاي من مدينة أخرى، وهذا خرج من الحبس، وهذا بغي يمشي غير عند ولاده، وكل واحد أشنو كيقول ويكذب في هذا المسجد في الظهر، وعاود في العصر يمشي بالخياط، وعاود في المغرب يمشي لفلورنس، وفي العشاء عاود يطلع البنسودا وهو كيس كيدور ومن كار لكار وهكذا. فهذا قالوا أهل العلم ليس في وجهه حياء، فكذلك يأتي يوم القيامة ليس في وجهه مزعة لحم، لأنه لم يكن له وجه أصلا في الدنيا. فأنت إذا كنت ستثمر أولادك في هذا الاستثمار فبئس الاستثمار، ثم تربي أبنائك على دناءة النفس. وقلنا إحنا المسلم ينبغي أن يكون عزيز النفس ولو كان فقيرا. الله جل وعلا لما امتدح الفقراء أو صنفا من أصناف الفقراء امتدحهم الله عز وجل في كتابه قال: يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف. يعني كتشوفهم كيحسبك أنت أغنياء وهم مساكن على الضس، ولكن لا يسأل عفة. ومثل هذا الله عز وجل يكرمه، والله عز وجل يهيئ له من يطعمه ويسقيه ومن يخدمه. علاش؟ لأنه تعلق بالله ما تعلق بالمخلوق. فالله المستعان. يقول: الله يجزيك بالخير وجزاك وبارك فيك، هل يجوز الاستماع للأناشيد الدينية بدون موسيقى؟ احنا ما عندناش أناشيد دينية، صافي. مثلا ربما أجبنا عن هذا من قبل، هناك إنشاد، لكن الإنشاد هذا ذكرناه في يعني في شرح صحيح الأدب المفرد، أن الصحابة كانوا يتناشدون الأشعار، لكن كيف كان الصحابة يتناشدون الأشعار؟ واش كان عندهم الفرق؟ هذه فرقة أبو موسى الأشعري، وهذه فرقة المعاد بن جبل، وهذه أبي بن كعب، اللي كانوا قراء. لا، والإنشاد كان يقع مرة مرة، ثم إنشاد الشعر اللي هو إلقاء الشعر، كيقوم حسان بن ثابت أو يقوم عبد الله بن رواحة ياك، أو زهير بعدما أسلم، كعب بن زهير عفوا ليس زهير، كعب بن زهير بعدما أسلم، إما يكون مادحا للنبي صلى الله عليه وسلم. وبين قوسين مدح النبي صلى الله عليه وسلم في زمانه ليس كمدح الناس له بعد زمانه، دخل في شعر المدح من الشرك بالله ومن الغلو ومن قول الباطل ما لا يرضاه الله جل وعلا ولا رسوله صلى الله عليه وسلم. فلهذا الآن ما شاع عندنا من الأناشيد الإسلامية أو الأناشيد الدينية هذه ليست إسلامية ولا دينية، وهؤلاء الذين ينشدون هؤلاء مرتزقة. شنو مرتزقة؟ يبتغون الرزق، كيقلبوا على الفلوس، كيقول لك حنا راه كنمدحوا النبي. واش كتمدح النبي؟ راه كتقلب على راسك. الصحابه لما كانوا يمدحون النبي، او بعض الشعراء لما مدح النبي اراد ان يتقرب الى الله بمدح النبي وان يبين فضل النبي ومقام النبي، لكن على الوجه المشروع، ما يزيد ما ينقص. وهذه الاناشيد فيها من المخالفات وفيها من التخنث، وهذا قلته ولا زلت أقوله، فيه من التخنث اللي هو لا يرضاه العبد المسلم لنفسه. سأل يكون رجل في شوية ما يعني ينشد وهو يتشبه بالنساء، لا في التمايل ولا يعني التكي قرب يرقص يشطح
واش انت بغيتي تنشد وبغيتي تعظم الله وبغيتي تعظم النبي وتمدحوه بهذا الصوار؟ عادي لما تلقى الفراق بالبندير وتلقى بالدربوكا وتلقى وسموا اناشيد اسلامي، منين جات اسلاميه يعني؟ ماشي نيد اسلامي. والعبد، انا وبها اختم، العبد اذا علق قلبه بقلبه بهذه الاناشيد نسي القران. والواجب عليك ايها المسلم ان تتعلق بالقران، يكون القران ديدنك وشغلك الشاغل في كل وقت. انت مسلم وقتك قصير في هذه الحياه الدنيا، شوف كيفاش تلقى الله تعالى، باش تلقى الله تعالى. فمن عاش على شيء مات عليه، اللي عاش على القران مات على القران، واللي عاش على الاناشيد حتى هو غادي يموت هو كيغني. هذا هو اللي كاين. وصلى الله جل وعلا الهدايه للجميع. يقول احد سب الله نعوذ بالله فكفره احد مباشره وهو من العوام، فهل فعل هذا صحيح؟ طب تحال الفعل كفر، لكن العامي لا يكفر، العامي لا يحكم بين الناس والعامي لا يقضي، هذا امره او امر عفوا يرجع الى القضاء ماشي للناس. يقول ما الذي يجب علي فعله لكي أكون رفيق رسول الله صلى الله عليه وسلم محمد صلى الله عليه وسلم في الجنة؟ جزاك الله خيرا. أقول وجزاك وبارك فيك. بعض أهل العلم مرة سأله سائل قال أريد أن أرى رسول الله في المنام، يعني أنا من زمان ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في المنام. قال طيب إن شاء الله أبشر. فأتاه، كان لعله الليل، قال أتاه بسمك وملأه ملحا، السمك شبعوا ملحا، فتعشى وبعد مدة نام. في الصباح ماذا رأي؟ قال ما رأيت في المنام. قال رأيت الماء ورأيت البحر وبقي. قال لي طيب جميل، عشي على شفتي الماء بالليل؟ أه؟ إنك متي عطشان، لأن شوقك إلى الماء بعدما أكلت السمك ما شفتي حتى حاجة، شفتي غير الماء، لأنه بالك باش بالك غير مع الماء. إذا أردت أن ترى رسول الله صلى الله عليه وسلم فاشتغل بسنته. إذا أردت مرافقة النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة فلا تحد عن سنته قولا ولا فعلا، تكون على سنة النبي صلى الله عليه وسلم في كلامك، في فعلك، في اعتقادك، في منهجك، في عبادتك، في معاملاتك، في أخلاقك، تصدق رسول الله في كل شيء، تتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل شيء، لا تختار في السنة، لا تتخير، تفعل ما تشتهي وتكره ما تشتكي تشتهي لا عفوا. ينبغي أن يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم حبه مقدم عندك على كل شيء. لهذا لما جاء عمر بن الخطاب وسمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفسه وولده ووالده وماله والناس أجمعين، فقال والله يا رسول الله إنك لأحب إلي من كل شيء إلا من نفسي. قال لا يا عمر، يعني حتى أكون أحب إليك من نفسك. قال الآن يا رسول الله أنت أحب إلي من كل شيء حتى من نفسي. قال الآن يا عمر، يعني إذا أردت مرافقة النبي صلى الله عليه وسلم المرافقة لا تكون بالتشهي ولا بالتمني ولا ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب. يعني الأماني كما يقول الحسن البصري رأس مال المفاليس، الأماني رأس مال المفاليس، لقيك صغير كيتمنى. لا، نحن ينبغي أن نكون أمة عمل، أن نقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم في كل شاذة وفاذة. ووفقنا الله وإياكم للخير. أي نعم، هذا هو هذا. يقول ما حكم فعل العبادة من أجل المنفعة الدنيوية؟ تنال المنفعة، لكن المنفعة الأخروية لا. هذا من جهة، ومن جهة أخرى فإن العبادة تبطل
مثلا أنت تصلي ليراك الناس فقد رأوك، تصلي لكي يحمدك الناس وحمدوك، وتريد مثلا أن تفعل أي شيء من العبادة من أجل أن تؤجر أجرا دنيويا. أنت مثلا قرأت القرآن من أجل ماذا؟ من أجل المال، فقد أخذت. طيب، وما دمنا يعني ذكرنا مسألة القرآن لا بد من ذكر تفصيل، لأن حتى ما ربما يغلط كثير من الناس في هذه المسألة. طيب، حال مما قرره أهل العلم سلفا وخلفا جواز أخذ الأجر على تعليم القرآن، واستدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله. وتبت حلو الشريعة لا تتناقض ولا تتعارض. طيب، من نعطي؟ شكون اللي غادي نخلصه؟ هو الذي حبس من أجل تعليم القراءة القرآن وليس عنده دخل. حدا واحد غني عنده الدخل وجاء يعلم القرآن، قال لك خصكم تخلصوني. قالوا له لا، علاش نخلصوك؟ انت عندك مال. لكن جاء طاري مثلا ما عندوش عمل، هذا هو عمله، فيحبس. ومثله المؤذن ومثله الإمام، هؤلاء كلهم أجرتهم الدنيوية ليس فيها شيء، ولكن ما يكونش النية دياله هو أخذ هذه الأجرة، لا، هذه الأجرة إنما يستعين بها، وإلا العبادة يؤديها لله عز وجل. ما يجيش مثلا أنا مثلا كيعطيوني 2000 درهم، نقول مثلا كنصلي بهم 30 يوم، إذن شحال في النهار مثلا؟ ها؟ 70 درهم، 70 درهم نقسمها على 5 ديال الصلوات، أجيني مثلا أسيدي شحال هي؟ 14 درهم في الصلاة. إذن أنا كل صلاة صليتها أنا خديت عليها 14 درهم. هذا ما كلام لم يستقيم وما صالحش كاع أصلا. فأنت تصلي لله عبادة، لكن مادام حبست، ما معنى حبست؟ يعني أنت ما بقيتش حر. دابا الإمام ديال المسجد ماشي حر يمشي فين بغا، لا، لا بد أي صلاة يكون، وإلا يمشي بهالو. ولكن إلا قبل أنه يصلي بالناس كنقولوا ليه أنت ما يمكنش تدير دابا أنت شي، سير فين ما بغيتي، ولكن ملي قرب الدور خصك تجي للمسجد، عاود تحرك كما بغيتي. ولكن انا مثلا ماشي امام ديال المسجد، انا ما كيتحكم لي حتى شي واحد، انا نصلي هنا، نهبط لتحت، نمشي نصلي في مكناس، نصلي في الدار البيضاء، انا سوقي هذا، انا ما كيتحكمش فيا شي واحد. ولكن الامام لا، المؤذن لا، المؤذن واخا يعمل كاع مثلا شي عمل، ولكن خصو لا بدا يجي مثلا ياذن في العشاء، يسهر شحال ما بغى، ولكن خصو ينوض ياذن الفجر. فعلى ذاك الحبس، ماشي الحبس يعني يحبس، ما كنخليوليش واحد الحريه. من اجل هذا الحبس نعوض وكنقول له خذ هذه الأجرة، صافي. اما الا كان انسان قال لك انا مثلا انا ما كنصليش، واخا انا نعطيك 100 درهم في النهار وتصلي، اه دابا هاد الصلاه شنو موقعها؟ حجر دنيوي، كتخلص صافي، راك كتصلي وكتخلص. ولكن هل تسقط من الذمه؟ لا. هل تسال عنها يوم القيامه؟ تسال، لان انت ما صليتها لله اصلا. فالله جل وعلا لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا لوجهه واتبع فيه سنة النبي صلى الله عليه وسلم. يقول السائل الآن السؤال الثاني، كيف أجعل المباحات والعادات عبادات بقلبك؟ صافي، بقلبك تنوي وتعقد بقلبك أن هذا المباح طاعة. حلش الآن أنا لما أنام مثلاً، أنام مبكراً، النوم وش هو؟ مباح ولا مستحب ولا واجب ولا حرام؟ ولا مباح، صافي. ولكن أنام من أجل أن أستيقظ لقيام الليل، عندي هذه النية، أثاب ولا لا أثاب؟ واخا أنا نعست ما عنديش هذه النية، نعست باش نرتاح، صافي، ما عنديش النية ديال قيام الليل، ولكن ضربت مفيقة من بعد مثلا قبل الفجر بساعة ونط نصلي، هل أثاب على نومي؟ لا، ما عقدتش النية. طيب الآن مثلا أنا أردت أن أعمل عملا مثل قراءة القرآن ونفي الجوع وما قديتش وكاين شي ماكلة وكليت حتى أقوى على قراءة القرآن، فقط أمثل، هل أثاب على الأكل؟ نعم.
وثاب. طيب في زمان شيخ الإسلام رحمه الله، وهذا من فقه أهل العلم، لما كانوا في جهاد التتار وكان رمضان، فأمرهم شيخ الإسلام أن يفطروا. شبال لكم فيك، أمرهم شيخ الإسلام أن يفطروا، قال لهم خصكم تفطروا، الجنود اللي غيجاهدوا قال لهم خصكم تفطروا. علاش خصكم تفطروا؟ لأنهم أقوى باش أنكم تستعنوا بالله عز وجل وتأخذوا بالأسباب باش تقتلوا العدو. فأفطروا الجند، وكان يعني من فتح الله عز وجل على المسلمين. وهكذا دوالك، لما يخرج الإنسان مثلا إلى نزهة من أجل أن يتقوى على الطاعة إلى غير ذلك. يقول ما هو الكفر البواح؟ الكفر البواح هو الذي لا يختلف فيه اثنان ولا ينتطح فيه عن ذلك، هو الكفر الصريح البين لكل ذي عينين، هذا هو الكفر البواح. طيب بقي سؤال أخير لعله لا أسئلة. يقول ما حكم بيع وشراء الألعاب والآلات الموسيقية؟ طيب الآلات الموسيقية هي التي تسمى في شرعنا بالمعازف، والمعازف قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه البخاري في صحيحه: لا يكونن أقوام من أمتي يستحلون الحرة، الحرة بمعنى الفرج أي الزنا، يستحلون الحرة والحرير للرجال والخمر والمعازف. معازف هي الآلات الموسيقية. الآن دابا أي آلة بدون تسمية، وكل وقت كيظهروا آلات، كل آلة موسيقية هي من آلات المعازف، وهي مما حرمه شرعنا الكريم. طيب شراؤه، شراء هذه الآيات الآلات لا يجوز، وبيعها كذلك، وإعارتها سلفها كذلك. لما؟ لأنه شيء محرم، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنا. الآن الخمر محرمة، هل يجوز بيعها؟ لا. شراؤها؟ لا. إهداؤها؟ لا. صنعها؟ لا. حملها ونقلها؟ لا. فقد لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخمر عشرة. مزيان هنا واحد القيد نسيته، أنا قريت السطر الأول، قال التي تباع قبل يوم عاشوراء. طيب الحال أنا أزيد الأمر بيان الآن، كل اللعب الآن التي تباع، وهذا المسألة تكلمت عليها أظن السنة الماضية أو قبل الماضية، كل اللعب التي تباع بسبب عاشوراء سواء كانت موسيقية أو غير موسيقية لا يجوز بيعها. لما؟ لأن في هذا الأمر مشابهة لطائفة ضالة، وهي طائفة النواصب. طيب ما هو معتقد النواصب؟ هو كره وبغض آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. طيب ما علاقة هذا الموضوع بهذا؟ هو أن النواصب قبحهم الله في عاشوراء يفرحون ويسرون بموت الحسين عليه السلام، ولهذا ضل في الحسين طائفتان، ضلت الروافض فإنهم يحزنون، وضلت النواصب لأنهم يفرحون. هادو كيندبوا ويضربوا روسهم وأجسادهم بالسناسل والسيوف والدمايات كتولي القرنة ما كتبقاش. هذه فرقة ضالة مارقة، وعملها لا يمت إلى الإسلام بصلة، وهذا كيف فرحوا. ولهذا مظاهر الفرح اللي موجودة الآن في مجتمعنا حتى قبل سنوات طويلة هي من مشابهة النواصب، الحناء واللباسي والفاكية واللعاب، هذه كل هذه مظاهر الفرح ليست من دين الله. إيوا وعاشوراء شنو نديروا فيها؟ نفعل ما أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بفعله، ما أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بفعله، ولا نتجاوز،
وهذا الفعل هو مستحب في الأصل وليس واجبا وهو الصيام. ولهذا احنا ما عندناش هذا اليوم نعظمه تعظيما إلا بالصيام فقط، ما كاين لا لعب، ما كاين لا نشاط، ما كاين لا حزن، ما كاين لا ضريب، لا قتيل، لا والو. هذا اليوم يوم مبارك، من استطاع أن يصومه يكفر الله عنه سنة من الذنوب أي من الصغائر، لما استطاع فلا شيء عليه، لكن لا نفرح ولا نحزن. واضح؟ نعم. نعم. جاء في القرآن الكريم فخذ الصفر ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا، وفي حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أراد أن يسأل في أثره. نعم. كيف التوفيق؟ نعم، هذه من جزاء الحسنة. لكن العبد نفرق بين الجزاء وبين قصد العبد. أنت الآن لما تصل رحمك هل تصلها فقط من أجل أن ينسأ لك أم تفعلها عبودية؟ إن فعلتها عبودية رضي الله عنك ونسأ لك في عمرك وبارك لك في رزقك ومالك، صافي، لأن الله جل وعلا لا يضيع أجر من أحسن عملا. فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا. فنحن حين نستغفر نستغفر عبودية، لكن نعلم يقينا أننا حين نستغفر أن الله عز وجل يغفر لنا، ثم إن الله عز وجل يبارك لنا في أرزاقنا ويبارك لنا في أرضنا ويبارك لنا في أموالنا. فهذه بتلك. ففرق بين القصد اللي هو قصد العمل والجزاء على العمل. فالعبد أنا ما أستغفر من أجل أن ينزل المطر فقط، لكن أستغفر عبودية، وهذا الشيء هو ضمني تبعي ليس أصلي. بارك الله فيك. يقول ما حكم الحلف بالمصحف؟ إذا كنت تقصد بالمصحف كلام الله فيجوز، وإذا كنت تقصد المصحف هو الورق والجلد فلا يجوز. لما؟ لأن الورق والجلد والمداد والخيط مخلوق، ولا يجوز الحلف بالمخلوق. وإذا كنت تقصد بالمصحف كلام الله فكلام الله صفة من صفات الله، يجوز الحلف بها. ما حكم الصلاة في مقر العمل؟ نعم يجوز، لكن إذا كان المسجد قريبا فلا بد من حضور الصلاة إلا إن تعذر، والعذر كل أحد أعلم به. أما من حيث الجواز فجائز، تجوز الصلاة في البيت، تجوز الصلاة في الحديقة، تجوز الصلاة في الغابة، تجوز الصلاة في الهواء، تجوز الصلاة فوق الماء، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. لكن العبد المكلف الرجل البالغ العاقل يجب عليه حضور صلاة الجماعة إلا من عذر، إن كان نوعية العمل عذرا فنعم. والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.